أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن المملكة عانت من صدمات اقتصادية أدت إلى تباطؤ الاقتصاد بسبب عدة عوامل، أبرزها الأزمات الغذائية الناتجة عن اللجوء السوري. أوضح التقرير أن نسبة البدانة بين البالغين في المملكة ارتفعت لتصل إلى 33.4% خلال عام 2016، في حين كانت في عام 2012 30.3 بالعشرة في المئة وهذه نسبة الارتفاع تشكل 10% فاصلة اثنين بالعشرة وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة فقر الدم لدى الأردنيات في سن الإنجاب أصبحت تصل 34.7% في حين كانت في عام 2012 30.8% بالعشرة في المئة وشكل ذلك نسبة ارتفاع قدرها 12.6% في المئة وحول نسبة انتشار النقص التغذوي بين مجموع السكان أوضح التقرير أن نسبة نسبة انتشار قصور التغذيه بين مجموعه السكان في الاردن ارتفع الى 2. عفوا 12.2% في حين كان بالفتره ما بين 2004 الى 2006 6.6% في في وشكل ذلك نسبه ارتفاع كبيره

أما إلى موضوع الرضاعة الطبيعية الخالصة لدى الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين يوم وخمسة أشهر أكد التقرير أنها ارتفعت لتصل إلى 25.5% بالعشرة في المائة عن عام 2012 فقد كانت 22.7% بالعشرة في المائة وشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 12.3% في وأشار التقرير الأممي إلى أن القضاء على الجوع في العالم يقع ضمن أهداف التنمية المستدامة عام 2030، ويشكل تحديا عالميا كبيرا، خاصة مع ارتفاع عدد الجياع في العالم، حيث عانى 821 مليون شخصا في العالم عام 2018 من الجوع، في حين كان عام 2017 811 شخصا عفوا مليون شخص في عام 2017 وهذا الارتفاع شكل 1.3% بالعشرة في المئة